بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. التايم مانجمنت بتاعنا الليكتشر بتاعتي، يعني احاول ان انا اتكلم في خلال الساعه. اوكي، الموضوع اللي انا اخترته الحقيقه انا والدكتور طارق واخدين كده خط بتاع السايكولوجي اند سايكوباثولوجي اند كالتشرال فاكتورز. طبعا الخط ده هو يعني خط الدكتور فاروق الله يرحمه، مؤسس الميدل ايست كارنت سايكاتري، واحنا تلاميذه وبنشتغل ورا منه في الاريا دهية، وده الانترست بتاعنا في المحاضرات والاكتيفيتيز اللي احنا بنعملها. في نفس الوقت يعني الاريا بتاعت السايكولوجي والسايكوباثولوجي والكالتشر اريا ثريه جدا، فيري ريتش، مليانه يعني كومبلكس ايشوز محتاجه تو بي ديسكاست. العنوان اللي انا اخترته النهارده سيلف استيم سايكولوجي سايكوباثولوجي اند كالتشرال فاكتورز، عنوان يعني السيلف استيم يعني از ا سايكولوجيكال فانكشن مش مطروحه كثير للديسكشن، ومعظم كتب السايكولوجي يعني ما بتتكلمش ان ديبس عن السيلف استيم. بتاتي ذكرها مع الديفرنت سايكولوجيكال سكولز، ولكن ما فيش موضوع لوحده بهذا العنوان. فانا حاولت ان انا يعني اجمع بعض الاشياء مع بعضها، ولكن انا يعني مبدئيا بقول لحضراتكم انه الموضوع كومبلكس ومحتاج انه يستوي. يعني كل ما عملنا فيه ديسكشن اكتر وطرح للمناقشه بيننا وبين بعضنا اكتر، كل ما هيستوي اكتر ويبقى مور كلير. ولكن على الاقل دي فرصه للايه، لان احنا يعني هايلايت الكونسبت ده. هو at any point of time ممكن اي حد يحب يعلق او يسال او يقول وجهه نظر، اهلا وسهلا بكده. قبل ما يمر الساعه بخمس دقائق حد يديني اشاره علشان خاطر انهي، وبحيث ان احنا نبقى عندنا effective time management يعني. اوكي، نبدا باول سلايد. اول سلايد introduction عن اهميه الايه، الموضوع بتاع السيلف استيم ده. هو حقيقة يوميا في عياداتنا الخاصة وفي حتى في المستشفى بيجي لنا مرضى شكوتهم الأساسية أنا ما عنديش ثقة في نفسي، أو ثقتي في نفسي معدومة أو منخفضة. Very common complaint أيا كان الدياجنوزس الموجود عند المريض. وبالتالي السيلف استيم as a psychology and as a pathology related ليها everyday practice، وده يخلي انه الموضوع بالنسبه لنا مهم. السيلف استيم لو حاولنا ان احنا نفكر فيها، يعني ايه هي الثقه بالنفس؟ هل الثقه بالنفس شعور الانسان بيحسه؟ يعني it is a feeling. yes sure it is a feeling. اوكي، طب هل في thoughts او cognition related to this feeling؟ yes طبعا في cognitive aspect موجود فيها، وcognitive aspect قوي. طب هل ليها behavioral aspect؟ yes برضو ليها behavioral aspect. طيب هل في علاقة بين self esteem and motivation؟ يعني لو قلنا ان الواحد ثقته بنفسه تمام، هل فيها جانب في motivation؟ yes احنا عارفين انه مصله واحده من المطايبز او النيدز اللي تكلم عنها استيم نيدز، تمام، ودي هاير نيدز موجوده فوق خالص في الهيراركي يعني. اوكي، طب هل فيها ميموريز بتلعب ليها دور، سواء ل بوينتس الواحد كان فيها عنده هاي سيلف استيم او تجارب فاشله عدت قبل كده؟ هو طبعا فيها جزء من الميموري بيلعب. وبالتالي سيلف استيم ا فيري كومبليكيتد اند كومبلكس ايشو، وفي حاجات كتيرة قوي related له، ما هوش حاجة واحدة فقط لغير، يعني هو more than a psychological function. أسئلة كثيرة جدا جاءت في تفكيري وأنا بحضر هذا الموضوع. أولا what is self-esteem؟ إيه هي الثقة بالنفس؟ what is the difference between self-esteem and self-image؟ what is the difference between self-esteem and to be optimistic؟ for example
Is there a relationship between self-esteem and success in life? What is the difference between self-esteem and arrogance? Okay. هل self-esteem لها علاقة بالتدين والspirituality ولا ملهاش علاقة بده؟ هو أسئلة كثيرة جدا وهنحاول أن احنا نستعرضها وإحنا بنتكلم. اولا definition of self-esteem، لو حبينا ان احنا نحط لها definition، طبعا there is more than one definition موجود في في websites مختلفة وفي كتب مختلفة. دي بعض الـ definitions. اول definition هي cognitive representation of the self، انا فاهم ايه عن نفسي. والcognitive representation ده هو subsequently بيأثر على الinformation processing وعلى البيهيفير بتاعنا. definition آخر، self-esteem is the confidence in our ability to think and cope with life challenges and problems. ثقتنا في أنفسنا وفي قدراتنا وفي القدرة على التفكير في التحديات المختلفة اللي بنشوفها في حياتنا وفي المشاكل المختلفة. برضو another definition، it is the extent to which people like, respect and are satisfied with themselves. لأي مدى الإنسان راضي عن نفسه وراضي عن قدراته وراضي عن أفكاره ومشاعره وسلوكه وإنجازاته في حياته. وبالتالي السيلف استيم ليها more than one definition، وطبعا في definitions أكثر من كده. طيب there are a lot of factors affecting self-esteem. بعض الفاكتورز دي are internal factors. For example the style of thinking والcognitions اللي تيجي للواحد بتأثر على السيلف استيم ده، هي الفيلينجز المختلفة، السكيلز بتاعت الإنسان وقدراته السلوكية المختلفة، الدافعية بتاعته، الأوبجكتيفز اللي بيحطها لحياته، كل دي حاجات internal factors لها تأثير على السيلف استيم. الاكسترنال فاكتورز الحقيقة هي كمان بتلعب دور هام. أول اكسترنال فاكتور لها علاقة بالسيلف استيم ذا بيرنتس، الآباء والأمهات هم أول من يضيف أو يحذف من الثقة بالنفس عند الإيه؟ عند الأطفال. وطبعا معاهم يجي المدرسين والناس اللي الأولاد بيتعاملوا معاهم during school life والeducation بتاعهم. الفاميلي الكبيرة والاكستندد فاميلي اللي بينتمي ليها الإنسان، الناس بشكل عام، كل إنسان الواحد بيتعامل معاه قد يضيف وقد يحذف من السيلف استيم بتاعت الإنسان. الماني شور الفلوس لها علاقة، الباور اند اوثوريتي اللي في ايد الواحد، النوليدج العلم اللي موجود عنده والمعرفة اللي موجودة عنده، وطبعا فوق كل هذا ربنا سبحانه وتعالى هو السبلاي اوف الثقة بالنفس. وطبعا هنخش في الحتة دي كالتشرالي ان ديبس شوية لما نوصلها. السيلف استيم نقدر ان احنا نتكلم على يعني انه قد يوجد بعض الانواع اللي ممكن نتكلم عليها. في حاجه اسمها ترو سيلف استيم اند سودو سيلف استيم او فولس سيلف استيم. ترو سيلف استيم، وات ار ماي اكتوال ترو ابيليتيز، قدرتي الحقيقيه والحقيقه عباره عن ايه؟ ده الترو سيلف استيم. الفولس سيلف استيم او السودو سيلف استيم هي بعض الاكسترنال فاكتورز اللي هي قد تؤثر وتبدي لنا انفليتد سيلف استيم او هاي سيلف استيم على الايه، على الفاضي، زي ما هنشوف بعض هذه الفاكتورز دلوقتي. دول يعني نوعين. نقدر نحط نوع تاني او يعني تقسيمه تانيه، نقول انه السيلف استيم بعض الديفينيشنز المحطوطة لها بتقول ان السيلف استيم لها نوعين. في نوع اسمه جلوبال سيلف استيم، والجلوبال سيلف استيم له اسم تاني تريت سيلف استيم، وبيعبر اكتر عن البرسوناليتي بتاعت الانسان، يعني مفهومه قريب من المفهوم اوف ذا بيرسوناليتي. الجلوبال سيلف استيم ده هي او تريت سيلف استيم. وفي سيلف استيم
اسمها تاسك سبيسيفيك سيلف استيم او سيتويشن سبيسيفيك سيلف استيم، وهي ثقه الانسان في نفسه اثناء موقف معين او اثناء مهمه معينه بيقوم بها. انواع تانيه من الايمن سيلف استيم. لو جينا نشوف السيلف استيم وعلاقتها بهذه الاشياء هنلاقي انه عندنا حاجه اسمها بودي ايمج. طبعا البودي ايمج احنا كلنا يعني عارفين بودي ايمج هاو ذا بيرسون سي هيم سيلف فيزيكالي، بيشوف شكله ازاي، بيشوف شكله حلو شكله وحش طويل قصير رفيع تخين ابيض اسود احمر، فده فيزيكال يعني سايكولوجيكال ايمج فيزيكال. السيلف ايمج داخل فيها البودي ايمج وداخل فيها السايكولوجيكال فاكتورز، اوكي. وبالتالي السيلف ايمج كمفهوم قريبه من قصه السيلف ايه السيلف استيم. السيلف ايمج انكلود البودي ايمج تحت منها، اوكي. شور انه طبعا الشكل ده عليه الاوبتيميزم والبسميزم مقرر، ولكن في دايمنشن تاني من الدايمنشنز بتاعت البرسوناليتي، تو وات اكستنت الانسان اوبتيميستيك او بسميستيك، ده طبعا له تاثير كبير على الايه على السيلف استيم. والسيلف استيم ثقه الانسان في نفسه انه ينجح في التحديات المختلفه، وبالتالي التفاؤل جزء لا يتجزا من الهاي سيلف استيم، والتشاؤم جزء لا يتجزأ من اللو سيلف استيم. الموتيفيشن بتاع الانسان زي ما بنقول انه السيلف استيم في حد ذاتها او الاستيم نيدز في حد ذاتها تعتبر موتيف قوي. الوات اكستنت الانسان عايز ينجح، عايز يعمل اشيفمنت، عايز يحط جولز ويحقق هذه الجولز. وطبعا البرسوناليتي ككل لها علاقه كبيره بالسيلف استيم، وقلنا انه الجلوبال سيلف استيم ما هي الا البرسوناليتي بتاعت الانسان. وبالتالي الاستراكشر بتاع السيلف استيم استراكشر معقد زي ما احنا شايفين. لو حبينا نتذكر الهيومانيستيك سكول للبرسوناليتي والكلام اللي قاله روجر، روجر تكلم عن السيلف استيم وقال انه الانسان عنده حاجه اسمها سيلف كونسبت وايديال سيلف وسوشيال سيلف وريال سيلف. السيلف كونسبت انا فاهم ايه عن نفسي وعن افكاري وعن مشاعري وعن قدراتي، والايديال سيلف النموذجي ايه هو الصوره النموذجيه لاي حدث وليا ولكل شيء من حولي. السوشيال سيلف الناس شايفه ايه، والريال سيلف الحقيقه ايه. ساعات بنمثلهم باربع دواير، كل الاربع دواير دول ما بعدوا عن بعضهم كل ما كان الانسان ملخبط، وجهة نظره مختلفة عن وجهات نظر الآخرين، مختلفة عن what is ideal، مختلفة عن الحقيقة. فده كل ما كانت الدنيا ملخبطة عند الإنسان ومليان psychological troubles وأمراض وفشل، إن يكونوا الأربع دوائر دول بعاد عن بعضهم. وكل ما كانوا قريبين من بعض كل ما كان الإنسان سعيد في حياته والquality of life بتاعته كويسة. ده الكلام بتاع روجر في الحتة ده. اتفضل يا دكتور حنان. الايه مالها الفرق بين سيلف كونسبت وريال؟ سيلف كونسبت انا فاهم ايه عن نفسي، طبعا مش شرط عن نفسي، اي حدث من الاحداث على سبيل المثال ماتش النادي الاهلي وروما في من كام يوم، انا ليا وجهه نظر وانت ليك وجهه نظر بتاعتي، انا اسمها سيلف كونسبت اباوت ذيس ايشو، وجهه نظرك انت سوشيال او الناس الاخرين رايهم ايه، وفي حقيقه وفي ايديال النموذج عباره عن ايه. دول اربع حاجات مختلفين عن بعضهم، كل ما كان الانسان عنده انتجريتي كل ما كانوا قريبين من بعض، الفروقات بسيطه او ايدنتيكال الاربع دوائر على بعضهم، اللي انا شايفه الناس شايفاه وهو ايديال تمام، وهو الحقيقه في نفس الوقت. ناخد بالنا احيانا تمام انه بيبقوا very far away from each other. خلاص على سبيل المثال ما يحدث من احداث عندنا في مصر في السنوات الاخيره مخليه وجهات النظر كل واحده اكستريم، كل واحده في كورنر، الاربعه مش موجودين يعني far away from each other، الاربع دوائر دول.
اليوتوبيا. احنا بنتكلم هنا بنتكلم على اليوتوبيا. What is ideal؟ ما نتمناه جميعا انه يحصل. طبعا روجر من ضمن ما اتكلم اتكلم على الريجارد او اتكلم على الاستيم او اتكلم على الانسان يشعر بالثقة والاحترام وبيشعر بها ازاي، وقال ان الانسان ثقته بنفسه واحترامه لنفسه له مصدرين، له مصدر داخلي سيلف ادمنسترد وله مصدر خارجي external يتاخد من بره. اوكي، وقال انه الانسان بياخذ الاحترام من الاخرين يا اما conditioned يا اما unconditioned. conditioned انه هو الواحد بياخد في مقابل انه يدفع، الا الانكونديشند اللي هو الاب والام مع اولادهم، الاب والام مع اولادهم تمام بيدوهم بدون مقابل. ده الكلام بتاع روجر في الحته ده. هي مصله زي ما احنا شايفين، مصله حط ال... ها. طبعا من ضمن الهيومن رايتس تمام انه الناس تحترم بعضها unconditioned. اوكي، ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وكرم، فالمفروض انه له حقوق انسانيه، من ضمن هذه الحقوق الانسانيه ان هو يحترم من قبل ليه من قبل الاخرين unconditioned. فالماتوريتي تقتضي ايه؟ تقتضي ذلك. مصله الكلام اللي هو قاله في الهيراركي بتاعه، حط الاستيم نيدز فوق خالص قبل السيلف قبل السيلف اكتواليزيشن تمام، وبالتالي هو اهتم بالموضوع ده هو اكتر من الناس الاخرين. طيب روتا اتكلم على النظريه بتاعت اللوكس اوف كنترول، ومن ضمن الكلام اللي هو بيقوله انه كل ما كان الانسان اللوكس اوف كنترول بتاعه انترنال، كل ما كان عنده هاي سيلف استيم. السيلف استيم بتاعته هيبقى عنده انتجريتي وثقته في نفسه تبقى عاليه، لان هو بياخد قراراته بنفسه وبيفكر وبيحط ادفانتج وديس ادفانتج قبل ما ياخد اي قرار او اي شيء. اما اللي هو اللي عنده اكسترنال لوكس اوف كنترول ممكن يبقى السيلف كونفيدنس عنده تبقى اقل شويه، لانه منتظر دايما اكسترنال فاكتورز هي اللي ايه هي اللي بتحركه. ايه الفرق بين السيلف استيم والسيلف ايمج؟ بنقول ان السيلف ايمج قلناها والبودي ايمج، السيلف ايمج اوسع كمفهوم من الايه من البودي ايمج، والسيلف استيم اوسع من الايه اوسع من الاثنين. السيلف استيم اند اوبتيميزم زي ما بنقول الكور اوف سيلف استيم او هاي سيلف استيم از اوبتيميزم. اوكي، ثقه الانسان في نفسه قادر على انه ينجح ويتحدى الاشياء المختلفه. فالهاي سيلف استيم لازم يبقى عندهم يبقوا ناس اوبتيمستيك. طبعا السيلف استيم عشان واحد يبقى عنده هاي سيلف استيم لازم يبقى عنده موتايف فور سكسس، لازم يبقى عنده دافعيه تمام انه ينجح وانه ينجز وانه يمشي اموره في حياته بشكل متميز. السيلف استيم جواها في اشياء كثيره هنناقش بعضها. عشان واحد يبقى عنده سيلف استيم لازم يبقى عنده اكسبتنس فور ذا سيلف، يبقى عنده احساس بالريسبونسابيلتي، يبقى عنده انتجريتي، يبقى عنده اسيرتيفنس كونشسنس اند بيربس. خلينا نشوف واحد واحد من الحاجات دي. سيلف استيم اند سيلف اكسبتنس. I cannot be truly myself if I cannot accept myself. الإنسان علشان خاطر يبقى عنده ثقة في نفسه لازم يحب هذه النفس اللي هي موجودة جوه. تمام، لو كره هذه النفس زي المريض بتاع الدبريشن مثلا كمان بيفقد ثقته في ايه؟ بيفقد ثقته في نفسه. مريض الانكزايتي نفس الوقت احيانا بيكره سلوكه وبيكره اداؤه وبيكره طريقته في التفكير، وطبعا بيفقد الثقة بالنفس نتيجة هذه الاشياء. وبالتالي من الاشياء الهامة جدا انه الانسان يبقى عنده سيلف اكسبتنس. من ضمن الاشياء الهامه فور سيلف استيم سيلف ريسبونسابيلتي، ان الانسان يبقى عنده شعور بالمسؤوليه عن كل تصرفاته. لو اخطا انا اللي اخطات، ولو نجحت انا اللي ايه انا اللي نجحت.
I will be truly myself if I am responsible as تمام the main causal agent in my life and behavior. ما يحاولش انه يدور على شماعات يعلق عليها وما يحاولش يحط على الظروف و كل ما كان الانسان السيلف استيم بتاعته كويسه كل ما كان عنده هذا الاحساس بالايه بالريسبونسابيلتي. ها الشيفمنت كويس ها بس هما يعني ان انا سبب كويس ده كوجنيتيف ديستورشن يعني ده في حد ذاته بيبقى كوجنيتيف ديستورشن بنتوقف عنده يعني بعض هذه الاشياء قد تكون امبيرد عند الايه عند الشخص اللي موجود قدامي سواء عنده ايلنس او حتى من غير ما يكون عنده ايلنس. طيب what is the meaning of self esteem او كلمة to live consciously. To live consciously معناها ان الانسان to have self concept لازم يبقى عايش حياته بكل المينتال ابيليتيز بتاعته لازم يبقى مصحصح مركز ما بيفوتش اي حاجه كده هو بيحاول يتعلم من كل حاجه بيحاول يعيش اللحظه في كل حدث بيحصل تمام مركز بالكونشسنس بتاعه في كل شيء لا يتقبل ان الامور تمر كده هو بدون تركيز وبدون ما يتامل فيها وبدون ما بيحسبها بايه بدماغه يبقى مدرك لكل شيء من الاشياء مدرك لمشاعره ومدرك لسلوكياته ومدرك لافكاره ومدرك لكل اللي هو بيعمله ده المقصود بايه ب to live consciously وده جزء مهم برضو عشان واحد يبقى عنده سيلف استيم كويس من الحاجات الهامة برضو to have good self-esteem لازم الإنسان to live purposefully بمعنى أن لازم الإنسان يبقى productive لازم الإنسان يبقى عنده أهداف عنده goals في حياته عنده objectives عنده خطط لتنفيذ goals ده هي وعنده achievement وزود achievement أوكي؟ الإنسان مش هيقدر أنه هو يبقى عنده self-esteem جيدة لو عشان خاطر يبقى عنده achievement لازم يبقى عنده objective وعنده purpose للإيه؟ لحياته نفسها من الحاجات الهامة برضو في الـ esteem الموضوع ده موضوع الـ integrity. Integrity يعني إيه؟ يعني يبقى فيه homogeneous association between feelings, thoughts, values, words and behavior. أن الإنسان مشاعره وسلوكياته وأفكاره وأخلاقياته وقيمه ومعتقداته في نوع من أنواع التجانس بينها وبين بعضها ما يبقاش كل واحدة فيهم ماشية في وادي ما يبقاش عنده ما يطلق عليه الكوجنيتيف ديسونانس أن يبقوا منعكشين والإنسان كل حاجة منهم في اتجاه كل ما كانوا الحاجات دي ماشية مع بعضها يبقى الإنسان عنده انتجريتي ولو عنده انتجريتي هيبقى عنده سيلف استيم مظبوطة سيلف اسيرتيفنس الانسان عشان يبقى عنده سيلف استيم لازم يبقى اسيرتيف اسيرتيف معناها ان هو معبر عن نفسه بقوه بيقدر ان هو ياخد حقوقه بيقدر ان هو يكون ايجابي ان هو يكون كوزال ايجنت في كل حاجه في حياته خلاص يبقى هو اللي بيمشي الامور بتاعته وزود اجريشن وزود اجريشن يعني ايه يعني كل ما كان الانسان اسيرتيف كل ما كان بيقدر ان هو يمشي حياته وبتنتهي حريته وحقوقه عند حريه وحقوق الاخرين اوكي لو الانسان بيتنازل عن حريته وبيتنازل عن حقوقه للاخرين ده انسان باسيف وهيبقى السيلف كونفيدنس بتاعته تعبانه ولو بيجور على الاخرين في حقوقه وحريته فيبقى انسان اجريسيف اوكي انما الانسان الاسيرتيف بيبقى موجود في النص بين التو اكستريمز دول طبعا الاسيرتيف بيهافير حاجات كتيره انه بياخد قراراته بنفسه انه يقدر يقول يس ات ذا بروبر تايم انه يقدر يقول نو ات ذا بروبر تايم ان هو يقدر كوميونيكيت كليرلي مع الناس ما بيزحلقش الامور ما بيأجلش الاسيرتيفنس كونسبت واسع هو كمان وفي اشياء كثيره موجوده فيه طبعا مهم جدا ان احنا نبقى عارفين انه اهم شيء في
السيلف استيم هو دوينج. كويس جدا ان الانسان يتكلم عن الثقه بالنفس، وكويس جدا ان هو يفكر عن الثقه بالنفس، وكويس جدا يبقى عنده ذكريات كويسه، وكويس جدا يبقى عنده مطيب، ولكن المهم تمام اكشوالي تمام بيعمل ايه على ارض الواقع. وبالتالي doing is very important for the concept of self-esteem. وبالتالي احنا لما بنعالج حد عنده مشكلة في self-esteem او self-confidence تمام، لازم يبقى العلاج mainly behavioral. بنحتاج cognitive part ولكن mainly behavioral، لازم نتفق على السلوكيات محددة هيقوم بيها وهيعملها وياخدها كassignment ونقيسها اذا كان عملها ولا ما عملهاش بعد كده هو، بحيث ان احنا ما نخشش فيه، لان الدايره بتاعت الموتيفيشن والايموشن والثوتس والكوجنيشن ومش عارف كل دي دايره مش ممسوكه باليد. الحاجه الوحيده اللي هتتمسك باليد البيهيفير بتاعه. وبالتالي ده تلخيص للايه الحته اللي فاتت، اللي هو السيلف استيم از ليفنج ويز اكسبتنس ريسبونسابيلتي انتجريتي اسيرتيفنس كونشسنس اند بيربسفول لايف. الانترنال فاكتورز اتكلمنا على الموتيفيشن والميموري والثوتس والفيلينج والسكيلز، ده قديم. طيب برضو من ضمن الاكسترنال فاكتورز هناخد كده واحده واحده من دول نتكلم عليها. سيلف استيم از اكوايرد كونسبت، يعني ايه؟ يعني الطفل بيتولد ما عندوش الكونسبت بتاع السيلف استيم ده هو، ولكن اثناء حياته واثناء ما بيتعامل بيبدأ ينمو عنده الكونسبت اوف سيلف استيم تحت تأثير العوامل الخارجية المختلفة والمنتال ابيليتيز بتاعته المختلفة. كل ما كبر كل ما المنتال ابيليتيز والانر فاكتورز او الانترنال فاكتورز تبدأ انها تشتغل. من الحاجات الهامة هو انه الاطفال الصغيرين في تعاملاتهم مع مدرسينهم ومع أبائهم لازم نبقى واخدين بالنا جدا في الحتة بتاعت لما الطفل يغلط ألومه ووبخه وخليه يرفع إيده وزنبه وعمله ويدرب وقصد زمايله وانت فاشل وانت مالكش لازمة وانت زي قلتك وانت مش عارف ايه. لو انا عملت كده بعمل fixation for negative thoughts fixation for negative feelings، بعمله very bad memory. الvery bad memory ده هي ممكن تقعد forever، ممكن تقلل السلف استيم والسلف كونفيدنس بتاعه forever. وبالتالي very important لو انا عايز ان انا الوم الطفل او ان انا يعني اعاقبه او ده لازم ادور على طريقه ما تعملوش كده هو تمام. من ضمن طبعا في طرق كثيره، ولكن دايما الكلام الايجابي هو الايه هو اللي بتاع انا متاكد انك ولا كويس، انا متاكد ان انت ما كنتش تقصد كده، انا بعمل له ايحاء ايجابي مش ايحاء سلبي ان انت طفل وحش وانت ما تستحقش وانت غلطان وانت 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 تمام. وخاصه ان هو لازال بيحصل جروس للكونسبت بتاع السيلف كونسبت ده، فما فيش داعي ان انا احط له فيري باد ميموري تقعد معاه للابد وتعمل له ديستورشن في كل الاكسبيرينسز اللي جايه له بعد كده اللي هو هيعملها. فده بالنسبه للبيرنتس والتيتشر بيبقوا فيري افكتيف. الانسان لما بيحصل له موقف سيء في الدراسه بتاعته في وقت من الاوقات بيقعد الموقف السيء ده لابس في دماغه، بيبقى من الصعب جدا ان هو ايه ان هو يخرج. طبعا كل الانسان مشد بالطريقه اللي ما تجرحش السيلف استيم والسيلف كونسبت بتاع الانسان طبعا كل ما كان ايه افضل. طيب الفاميليز، الانتماء لعائله قويه بيأثر على السيلف استيم. واحد منتمي لعيله كبيره، واحد منتمي لعيله غنيه، واحد منتمي بيعمل انفليشن في السيلف استيم بشكل او باخر. انا ما بقولش صح ولا غلط، ولكن دي الحقيقه تمام، ان الانتماء لفاميلي كبيره اكستندد فاميلي وفاميلي قويه وفاميلي غنيه وفاميلي عندهم تعليم وعندهم بوزيشن وعندهم باور وعندهم مش عارف مين الناشوناليتي. كلنا لا ننسى المشهد الرائع في الفيلم بتاع عسل اسود لما طلع جواز السفر وهوى بيه كده الطياره نزلت.
ليه؟ تمام؟ لاني الناشوناليتي بتلعب دور في قصه الايه السيلف كونسبت والسيلف استيم وهذا الايه وهذا الامر شئنا ما بينا لازم ان نحط ده في الايه في الاعتبار. ده مش معناه ان الواحد يعني يقف على جنب وما يبقاش براود بالناشوناليتي بتاعته باهله وبناسه وبلده ولكن على الاقل يبقى فاهم الدنيا وضعها ايه وشكلها ايه. طيب سيلف استيم اند ماني، طبعا الفلوس مهمه جدا. ليه؟ لاني سهل جدا ان الواحد يستخبى ورا الفلوس لو ما عندوش علم، لو ما عندوش حتى لو ما عندوش سيلف استيم. تمام؟ وبقى عنده فلوس هيبقى عنده سيلف استيم. مجرد ما الواحد يبقى في جيبه 5 جنيه تلاقي كده خلاص، ولو بقيت 10 تلاقي الوضع. وبالتالي اتفضل بيه السيلف استيم بتتناسب طرديا مع الايه مع الفلوس اللي في جيب الانسان. خلاص ده صح ولا غلط؟ دي قصه تانية. فولس شور لو احنا ناس ايدياليستيك شور ات از فولس. المفروض ان الانسان لا يقيم بالفلوس، المفروض كده. ولكن الفلوس هي اللي بتعمل اللي بتشغل كل حاجه في هذه الايه في هذه الدنيا. خلاص طبعا الانسان اللي هو بيفهم كده ربنا سبحانه وتعالى ليتر اون بيديله يعني الدروس ازاي ان انت معاك فلوس وفي حاجات مش هتقدر انك انت تعملها، بيديله دروس على الاذر سايد. سيلف استيم اند اوثوريتي. هناك بعض الوظائف اللي بتدي يعني اكستريم اوثوريتي. خلاص وبالتالي بتعمل انفليشن في الايه في السيلف استيم. خلاص برضو ستيل ما بنتكلمش على ده صح ولا غلط، ولا احنا بنتكلم على كلما زادت الباور والاثوريتي في ايد الانسان كلما ده اثر على السيلف استيم بتاعته، وكلما قلت كلما قل السيلف استيم بتاعه. طيب يبقى دي بعض الاكسترنال فاكتورز. الانفايرمنت نوصف بيها ايه الانفايرمنت؟ الانفايرمنت بكل ما فيها لها تاثير هي كمان على الوضع الاقتصادي بتاع المكان اللي احنا عايشين فيه، القوانين اللي موجوده في هذا المكان، حقوق الانسان اللي موجوده في داخل هذا المكان. تمام؟ يعني لو احنا بنتكلم في اوروبا ولا ما فيش طفل ممكن يتدرب في المدرسه، وبالتالي السيلف استيم مش هتتجرح بضرب داخل الايه داخل المدرسه زي ما مثلا ممكن يوجد في سيستمز اخرى يعني. اوكي طيب لما نيجي نتكلم على السيلف استيم والعلاقه بربنا سبحانه وتعالى، فهنجد انه الولايات المتحده الامريكيه بالرغم ان هم بلد ليبرال وبلد راس مالي تماما، ولكن الدولار بتاعهم كاتبين عليه تمام ان جاد وي تراست. اوكي أن الثقة في ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هو السبلاي اوف باور والسبلاي اوف ايفريثينج. خلاص ده الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الكونسبت ده هو المفروض يبقى أقوى في البلاد اللي الريليجن فيها قوي وبيمثل شيء بالنسبة للناس أكتر من إيه أكتر من كده، زي الإيه زي الوضع بتاعنا إحنا والدول العربية والشرقية والإسلامية طبعا في اكزامبلز كثيره قوي في الكالتشر بتاعتنا للاستيم والسيلف استيم والسيلف كونفيدنس. سيدنا موسى في لما كان فرعون هيلحقوا ويموتوهم والناس اللي معاه كان عنده فيري هاي سيلف استيم، متاكد انه السبلاي بتاعه لن ينفد ابدا تمام، وانه هيقدر ان هو يعدي هذا الايه هذا. احنا قلنا ان هي السيلف استيم من ضمن السبلاي بتاعها الاكسترنال ربنا سبحانه وتعالى. خلاص ده المين سبلاي او يعني ذا اونلي سبلاي لو احنا هنتكلم برضو
كثير من الآيات القرآنية بتتكلم على إزاي أن الثقة بربنا سبحانه وتعالى سبلاي قوي جدا وممكن يعمل سبورت للإنسان بشكل كبير، وإزاي أن اللجوء لربنا سبحانه وتعالى والإيمان بالله ممكن يبقى مؤثر بقوة على الإنسان. طبعا أكيد أن كل الأديان السماوية فيها آيات وكلمات مختلفة بنفس المعنى ده، هو كوننا الإنسان يبقى على الأقل عارف أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تمام، هيخليه أنه يقدر أن ياخد الرزق في الأمور اللي لازم ياخد فيها رزق، مش هيستخبى ويقعد تحت الكرسي طالما أنه هو دخل في الكونفرونتيشن، خلاص هياخد الرزق لأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أوكي، طبعا ناخد بالنا ان احنا ما عندناش شارب ديماركيشن في اي حاجه، ولكن كل ما كان الانسان حاسس ان هو اللي بيعمل شيبنج فور هيز فيوتشر او هير فيوتشر، كل ما كان وهو اللي عنده اللوكس والكنترول بتاعه يعني انترنال، هو اللي بيحرك نفسه، هو اللي بيحط لنفسه الاوبجكتيفز، هو اللي بيؤدي، كل ما كان كويس. ولكن مش معنى ان الانسان الانترنال اوف لوكس عنده انترنال لوكس اوف كنترول انه ما بقاش مؤمن بربنا سبحانه وتعالى، ده شيء وده شيء اخر، خلاص. يعني انا تصوري انه اللوكس اوف كنترول الانترنال طبعا افضل من الاكسترنال، خلاص، ولكن نضع في الاعتبار انه لا، انه ربنا سبحانه وتعالى. وده سؤال برضو بفكر فيه، الايمان بربنا سبحانه وتعالى اكسترنال ولا انترنال؟ انترنال. يعني دي values وthoughts وbeliefs انترنال، خلاص. حتى سيدنا موسى لما مع فرعون، لما راح لفرعون ربنا سبحانه وتعالى قايل له لا تخف انك انت الاعلى، تمام، ده يعني فكره في حد ذاتها، تمام، فور بوزيتيف سيلف توك مع نفسه، ما تقلقش انت في الاخر انت الكسبان، انت الايه الكسبان، فطبعا يرفع السيلف استيم بشكل ايه بشكل كبير. كلنا الانسان يبقى مؤمن انه رزقه على ربنا سبحانه وتعالى، تمام، وانه كل شيء بمقدور ربنا سبحانه وتعالى انه هو يمشي له الامور بتاعته، بيخلي انه الانسان يقدر انه ياخد الرزق في الوقت اللي هو لازم ياخد فيه الرزق، ويخلي انه السيلف استيم بتاعته كويسه. كلنا الانسان يبقى عنده كونسبت انه ربنا سبحانه وتعالى مش هيحطه في موقف، مش هيحطه في شيء الا لو هو عنده قدرة على to manage this issue، تمام، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يساعد الانسان على تجاوز الايه الصعاب. برضو الدنيا يوم ليك ويوم عليك، لما الواحد يبقى اليوم عليه لازم يتذكر، تمام، هذه الآية الايه الكريمة، انه مهما كان في صعوبة هتجد في منفذ موجود، هتجد قدر من اليسر موجود ممكن الواحد يتحرك فيه، خلاص. التفاؤل، اوكي، ربنا سبحانه وتعالى ده حديث قدسي، تمام، ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا عند ظن عبدي بي، لو العبد ظن بوزيتيف ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيحقق له لهذا البوزيتيف، ولو ظن نيجاتيف، تمام، يبقى الوقت. وبالتالي دي كلها سبلاي قوي من الدين. There are a lot of misconception about confidence، ولكن انا مش عايز اطول قوي كتير، الخمس دقايق جم ولا لسه عشان ما نطولش على الدكتور طارق؟ لسه؟ طيب الناس اللي عندها high self esteem بيبقى ايه اللي بيميزها او بيبقى شكلها ايه او ايه اللي زي ما احنا شايفين، تمام، بيبقوا ناس ممكن يبقوا extrovert، بيقابلوا ناس كتيرة، ما بيقلقوش من حاجة، دايما متشجعين، دايما مسموعين من الاخرين، تمام، دايما الاخرين بيستلطفوهم، ودايما بيبقوا positive، عندهم بيرزيستنس، عندهم الحاح في ادائهم، ما بيزهقوش بسرعه، ما بيوقفش عند الـ 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 الاول نيجاتيف اكسبيرينس تحصل، تمام، لو بدا في تاسك ومش ماشيه كويس ما بينزعجش بسهوله. كل دي حاجات بنلاقيها موجوده عند الناس اللي عندهم هاي سيلف استيم. ومن اهم الاشياء هم ان عندهم اي ثينك اي كان اتيتيود، تمام، يعني بيبقى عندهم، تمام، احساس ان هم قادرين على انهم ينجحوا، تمام، و
وبيبقى عندهم تروي وهدوء وصبر على ان هو يصل الى الايه الى النتيجه. اوكي، طبعا اللو سيلف استيم ليها اسباب كثيره، معظمها اسباب في الديفلوبمنت، ودي مشكله طبعا كبيره جدا ان معظم الناس اللي بيجوا لنا عندهم لو سيلف استيم بيبقى مشاكلهم كلها حصلت في تربيه الوالدين وفي المدرسه وفي الجامعه وفي من الناس الموجوده حواليهم. خلاص الكريتيكال بيرنس واللوسز والابيوز والدخول الادكشن على الخط، النجلكت، الريجكشن، كل دي حاجات بتدخل في الامر. علاقه السيلف استيم بالسيلف مانجمنت ايه؟ احنا مره كنا اتكلمنا على السيلف مانجمنت. طبعا السيلف استيم كل ما كان الانسان السيلف استيم بتاعه عالي كل ما كان قدرته تو مانج هيم سيلف او هير سيلف تمام عاليه، وكل ما كان الانسان قدرته تو مانج هيم سيلف او هير سيلف عاليه كل ما كان السيلف استيم بتاعه عالي. وطبعا عشان نتذكر السيلف مانجمنت، قدرة الإنسان على أنه يضع أهداف ويخطط لها ويسعى لتنفيذها ويقيس الأشيفمنت بتاعه ريجولر إلى أن يصل إلى الهدف. هي دي كلمة سيلف مانجمنت مقصود بها كده. خلاص، وبالتالي السيلف مانجمنت بيساعد على ديفلوبمنت أوف سيلف كونفيدنس، والهاي سيلف كونفيدنس بتساعد الإنسان على أنه يبقى بيعمل جود سيلف مانجمنت. طبعا لو احنا بنقول ايه الباثولوجي اللي ممكن نلاقيه في الحته دي، ممكن نلاقي لو سيلف استيم، وممكن نلاقي انفليتد سيلف استيم، وممكن نلاقي اروجنس. اللو سيلف استيم، طبعا اللو سيلف استيم يعني ما اكثر زي ما بنقول، يعني احنا في طبعا اللي عنده هاي سيلف استيم وانفليتد سيلف استيم وارجنس ما بيجيلناش بالكومبلين ده، انما اللي عنده لو سيلف استيم بيجي بالكومبلين اوف لو سيلف استيم. خلاص نشوف كده اللي عنده لو سيلف استيم ده، هو هنشوف المانيفيستاشن بتاعته شكلها ايه، ولكن ايه الديفرنشال دايجنوزس بتاعه. طبعا معظم الانكزايتي ديس اوردرز بتعمل لو سيلف استيم، معظم الديبريشن بيعمل لو سيلف استيم، البيرسوناليتي ديس اوردرز بالذات الافويدنت والانشس والبتاع بيعملوا اللو سيلف استيم. وطبعا في اشياء ما هياش امراض ممكن تعمل لو سيلف استيم، وجود ترابلز، وجود سايكوسوشيال ترابلز في حياه الانسان، وجود مشاكل اجتماعيه، مشاكل اقتصاديه، وجود مشاكل اثناء التربيه بتاعه الانسان ممكن تعمل لو سيلف استيم وزود منتال ايلنس يكون موجود. اوكي، وطبعا لو احنا واخدين الكونسبت اوف سفرنج هو الحاجه الاساسيه، لان احنا لو واحد عد الحالات اللي بتجيله في العياده ما عندهاش منتال ديس اوردر من الموجود في كلاسيفيكيشن، معظم الحالات ما عندهاش منتال ديس اوردر من الموجوده في كلاسيفيكيشن، بس عندهم سفرنج، وبالتالي لازم ان احنا نعمل تدخل فيهم. الناس اللي عندهم لو سيلف استيم بيبقوا دونت بيليف ان ذم سيلفز، بيشوفوا نفسهم فشله، بيوصفوا نفسهم باوصاف شديده، عندهم هارد تايم مع الميموريز السيئه ومع ذكريات الفشل ومع الاخطاء، عندهم دايما بوست سيتويشن رومينيشن، بعد ما اي سيتويشن بيفشلوا فيه يروحوا تمام يقعد بقى الرومينيشن شغاله، ده انا فيا وانا كان المفروض وما كانش المفروض وكان المفروض عملت وكان المفروض سويت، ويقعد يلوم نفسه على ايه، على كل سيتويشن بيعدي فيه. خلاص عندهم قناعه داخليه ان مفيش فايده، يعني برضه بيصلوا الى الهوبليسنس والهيلبليسنس بتاع الايه بتاع الدبريشن. طبعا هم dissatisfied with their lives، عندهم very poor quality of life، دايما complaining، دايما بيتعرضوا لcriticism وهم نفسهم بينتقدوا انفسهم، دايما عندهم خوف، دايما ما هماش risk takers في اي شيء، دايما ما بيعملوش confrontation، دايما عندهم negative behaviors، عندهم avoidance وعندهم escape، وعندهم attitude I cannot do attitude. اوكي، وطبعا البرودكتيفيتي بتاعتهم والكرياتيفيتي بتاعتهم بتتاثر تاثر شديد بهذا الايه بهذا الامر.
الناس ده هي طبعا ممكن ان هم يحصل يعني بنشوف فيهم ايه، ممكن نشوفهم ان ليهم تصرفات مش زي ما بنقول، يهربوا من الاشياء، يتجنبوا بعض الامور، ما يعملوش كونفرونتيشن في الوقت المناسب للكونفرونتيشن، شكايين عمالين عمال على بطال، ممكن نتيجه اللو سيلف استيم الريسبونس بتاعه تبقى اجريشن، تمام، لان هو ما عندوش ثقه في نفسه فينفعل على الاخرين، او انه تطلع منه الفاظ ما تبقاش قد كده، تمام، بيبقوا عندهم اكستريم رياكشنز ابز اند داون للاحداث الايه اليوميه، بيتاثروا بالناس الموجودين حواليهم، دايما بيلوموا الظروف من حواليهم، دايما عندهم ريلاكتنس، بيبقوا عندهم ليزينس، كسل وخمول، تاجيل للاشياء. الاروجانس مختلف عن الهاي سيلف استيم. الهاي سيلف استيم تمام، واحد السيلف استيم بتاعته عاليه سواء فولس او ترو مش هنختلف، انما الاروجانس لا، الاروجانس حاجه ديستركتيف، الاروجانس بيبقى معاه ديستربت سوشيال ريليشن شيب، هو معتبر الناس اقل منه، ما بيسيبش حد يكون موجود جنبه، فيري اجريسيف مع الايه مع الاخرين اللي موجودين، فيري ديفنسيف اوفر كنترولنج، عنده هوستيليتي شديده. وبالتالي الاروجانس بنشوفه اكتر في البارانويد سايكوزيس، يعني السيلف استيم اللي هي سنه عاليه ده في السايكوزيس او في البارانويد، ده بيبقى اروجانس اكتر منه ان هو انفليتد سيلف استيم. البارانويد بيرسوناليتي نفس الوضع برضو، تمام، والنارسيستيك بيرسوناليتي، النارسيستيك بيرسوناليتي تمام السيلف استيم بتاعته بيبقى فيها اروجانس اكتر. طبعا الاروجانس في كواليتاتيف ديفرنس عن الايه عن الهاي سيلف استيم، يعني هي سيلف استيم عاليه ولكن في كواليتاتيف ديفرنس وليس كوانتيتاتيف ديفرنس فقط. الانفليتد سيلف استيم طبعا بنشوفها في المانيا، واحيانا نشوفها مع الهيستريونيك بيرسوناليتي. بيهيفير سيرفي، نتكلم كده الخمس دقايق جم ولا لسه؟ جم؟ لسه؟ اوكي. دكتور طارق؟ اوكي. طيب. نتكلم شويه على التريتمنت، احنا اتكلمنا شويه على السايكولوجي، اتكلمنا شويه على السايكو باثولوجي، ممكن نتكلم شويه على الايه؟ على التريتمنت. بيهيفير سيرفي فور فيري لو سيلف استيم، يعني لو جاني واحد ضايع، يعني السيلف استيم بتاعته ممسوحه. تمام؟ ايه الحل معاه؟ طبعا الحل معاه ان انا مبدئيا اعمل بيهيفير سيرفي، احنا قلنا ان دوينج از بيتر ذان ان انا بقى سينكينج وفيلينج والكلام ده هو. خلاص، وابدا معاه ان انا اديله ادفايس فور فيري سمبل بيهيفيرز. اوكي، على سبيل المثال انه يوضب اوضته لما يقوم، يفرش السرير بتاعه، ياخد شاور قبل ما ينام، يحط برفان قبل ما ينزل، يلبس احسن لبس موجود عنده. احيانا اللبس يرفع الثقة بالنفس، كله انه يلبس الطقم الحلو اللي موجود عنده، يحط برفان ريحته جميلة، يبقى واثق في نفسه وهو واقف قصاد الناس طالما انه حاطط برفان ريحته كويسة، يلعب رياضة، يساعد الآخرين، يلعب أطفال صغيرة، يعدي راجل كبير للشارع، يعمل مش عارف مين، حاجات بالشكل ده، هو very simple actions وتبقى محددة، تمام؟ ممكن ترفع من السيلف استيم بتاعته. وزي ما بنقول small improvements are big، يعني احنا هنبني له السيلف استيم من اول وجديد، هنعتبره طفل صغير وبنبني معاه السيلف استيم، وبالتالي الفيري لو ده لازم ياخد فيري سيمبل تاسكس، حتى لو كان انه يعمل الشاي، حتى لو كان انه يجهز طبق سلطه ويزوقه بطريقته ويحطه على الايه على السفره، حتى لو كان مع زمايله في الشغل هو اللي هيعمل الشاي الصبح ليهم. خلاص، يعني فيري طبعا ينفع اي تاسك مهما كانت سيمبل، مهما كانت صغيره، الشخص اللي عنده لو سيلف استيم عملها هتعمل ادينج فور هيز سيلف استيم وهترفع من السيلف استيم بتاعه شويه. هي لو صفر الحاجه دي هترفعها، هتبقى 1%، تبقى 2%، تبقى 5%، جرادولي ممكن. واحنا عارفين ان قصه اللو سيلف استيم ده قصه قد تكون لايف لونج، يعني ممكن تبقى لها سنين طويله جدا، وبالتالي الواحد ما ييأس من انها تاخد وقت طويل عشان تتبني مره اخرى. الناس اللي السيلف استيم بتاعها ما هياش واطي قوي قوي قوي، تمام، وعايزين ان احنا نحسنها، ممكن نبدا طبعا مبدئيا كقاعده العلاقه بربنا سبحانه وتعالى. لو الانسان خد شويه الايات اللي فاتت ده هي، تمام، وعمل بيها بوزيتيف سيلف توك مع نفسه، عمل ريهرسل،
تمام لهذه الايه هذه الايات في دماغه، هتدي له باور وهتدي له اسورتي وهتدي له ثقه في ان هو يقدر انه يتحرك ويعمل. وبالتالي العلاقه مع ربنا سبحانه وتعالى من الحاجات الهامه. نفس الانسان لما بيقبل على حاجه دينيه يعملها بيبقى مبسوط انه عمل كذا او كذا او كذا. اتفضلي يا دكتور. طبعا نعمل هنا هنيجي للحته الكونتروفيرشل. انا لما بسال هذا السؤال وبجاوب عليه يعني بيحصل بعض الاعتراضات، هل السايكاتريست يبقى جادجمنتال ويعني يوجه بالحلال والحرام والصح والغلط ولا لا؟ خلاص انا رايي الشخصي حتى لو ده مخالف يعني للكود اوف اسكس الغربي خلاص، انه لو جاني مريض او جاني شخص كلاينت هنسميه كلاينت عنده مشكله في السيلف مانجمنت او عنده مشكله في حياته، والمشكله اللي في حياته لها اسباب دينيه تمام، او هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى وحياته ماشيه ملخبطه خلاص، لا يوجد ما يمنع ان انا ازقه في هذا الاتجاه الصحيح خلاص. بس المهم هتزقه ازاي؟ يعني برضو ما تبقاش بتزقه بجادجمنتال لانجوج او ما تزقوش بكلام رف خلاص. ولكن انا مع فكره ان انا اتدخل. بعد كده عندنا بعض السايكاتريك ديس اوردرز على سبيل المثال ادكشن، ال 12 خطوه بتوع التريتمنت اوف ادكشن اللي هو يعني من افضل المودلز للتريتمنت اوف ادكشن، ما هي الا سبريتوال تريتمنت، ما هو الا ريليجيوس تريتمنت خلاص. وبالتالي ما ينفعش ان انا يبقى عندي مريض ادكت وما اعملش تدخلات دينيه معاه، ما ينفعش يبقى عندي مريض هوموسيكشواليتي وما اعملش تدخلات دينيه معاه، وهكذا. زي ما بنقول العلاقه مع ربنا سبحانه وتعالى، بعد كده لازم يبقى فيه جزء ايديوكيشنال ان هو he should accept himself تمام، و he should live consciously، ولازم يبقى responsible عن كل ما فات، ولازم ان انا اعلمه ايه هي الانتجريتي، ولازم يحط لنفسه values. لو ما حطش لنفسه values الاخرين هيفرضوا values بتاعتهم عليه، وبالتالي هو لازم يبقى عارف ايه هي values بتاعته. ومهم جدا هو ان انا اعمل فورماتنج للميموريز، الميموريز القديمه بتاعت الفشل اللي حصل له في حياته مع والده مع والدته مع مدرسينه و و لازم يبقى فورجيت ذا باست اند ليف ان ذا فيوتشر. ها طبعا يعني قد يكون ده في حد ذاته تاسك ياخده يفكر فيه. طبعا الفاليوز يعني انا لو عندي ميجور بروبلم موجوده في الحته ده هي لازم ابدا من فوق، لازم ابدا بالبيج بيكتشر. على سبيل المثال يعني ايه السقراطيك كويشنز اللي انا بساله هنا؟ بقول له الانسان بيعيش قد ايه؟ بيقول لي 70 60 80 50، بيقول لي رقم. بقول له وبعدين بيروح فين؟ اوكي طيب، والناحيه الثانيه ايه اللي بيحصل؟ اوكي طب وهتقعد قد ايه الناحيه الثانيه؟ شايف الكلام جاي من فين؟ جاي من البيج بيكتشر بتاعت الحياه ككل، ما انا هزقه ازاي على هذا الايه؟ على هذا الاتجاه، بحيث ان انا احوده في اتجاه انه يبدا يفكر انه يبقى عنده اوبجكتيفز واسعه وكبيره، ويبقى عنده فاليوز بيتحرك فيها. خلاص؟ ده لو واحد عنده لخبطه شديده وهي مين كونسيرن في الحاله اللي هو جاي بريزنتد بيها. طبعا مهم جدا انه الشخص اللي عنده لو سيلف استيم يعمل ايدنتيفيكيشن فور ذا نيجاتيف سيلف توك، الصوت الداخلي اللي طول الوقت قاعد شغال يكلمه على النيجاتيفز واللي هو مليان ديستورشنز موجوده واللي قد يكون مبني على بيليفز وكور بيليفز ملخبطه، لازم يعمل لها ايدنتيفيكيشن، ولازم بعد كده يعمل بوزيتيف سيلف توك. اوكي وطبعا من اشد الاشياء اللي هي بتفيد كبوزيتيف سيلف توك الدين خلاص في الكالتشر بتاعتنا. طبعا لازم يحط طبعا لنفسه جولز، لازم يبقى عنده رياليستيك اوبجكتيفز، ما يبقاش يعني عنده اوبجكتيفز الاوبجكتيفز ده هي مش رياليستيك خلاص. عندي مثلا
يعني واحد في اي جي 18 سنه ولا 17 سنه وعنده بوليو ان بوث لور ليمبس، تمام، ومن ضمن الاوبجكتيفز بتاعته عايز يبقى ضابط او عايز يبقى حاجه عسكريه، وده يكاد يكون امبوسيبل، تمام، فده مش رياليستيك اوبجكتيف، فلازم ان الواحد يحط رياليستيك اوبجكتيف عشان ما يبقاش فرستريتد وعشان يقدر على ان هو يحققه. خلاص، ولازم طبعا يحط بلانز، ولازم يبقى اسيرتيف ويبقى انيشيتيف ويتحرك فيها، ولازم تميجر بروجريس. خلاص، وطبعا لازم يعرف انه ما بقاش عنده بيرفكشنزم، ما بقاش بيسعى فور 100% بيرفكشن، مفيش حد 100% بيرفكشن. خلاص، وبالتالي ده مهم جدا، لو عنده الكوجنيتيف ديستورشن ده هو لازم ان يتصلح. طبعا الفولنتير وورك مهم، والشاريتي مهم، انزل روح لجمعيه رساله، وانزل اشتغل في مش عارف مين، وروح الجامع بتاع المنطقه وشوفهم بينظفوا الجامع امتى، واقعد معاهم وهم بينظفوه، واسال على راجل كبير موجود في المنطقه عندكم وتروح له كل يوم تقعد معاه ساعه، بحيث ان هو يعمل بعض الاشياء اللي هو يرجع منها ومعاه ايه، معاه حاجه بوزيتيف ليه. مديتيشن بيفور ايتش ستيب، الانسان لازم يعيش مع الحاجه اللي هيعملها، لازم يفكر فيها، لازم يسيبها تستوي جوه دماغه، تمام، لازم يعيشها كونشسلي زي ما بنقول. طبعا مهم جدا ان الانسان عشان تو بيلد سيلف استيم يبعد عن الناس النيجاتيف. في ناس زي ما قلنا بتحذف من السيلف استيم، لو واحد عمل معاها ديسكشن، تمام، بيدخل معاهم في ارجمنت ويدخل معاهم في مش عارف مين، ممكن ما يقدرش يمسك اعصابه، ممكن الامور تفلت، حذفه من السيلف استيم بتاعته، وبالتالي الانسان يبعد عن الناس النيجاتيف ويبقى مع الناس الايه، يبقى مع الناس البوزيتيف. اوكي، مهم جدا ان احنا ننصح برضو الناس ده، هي ان يبداوا يومهم بوزيتيف، اقول له تلبس احسن ما عندك وتخرج في الوقت اللي انت مصحصح فيه، ولما تروح الشغل تجيب كل حاجه بتحبها حواليك، وتروح قبل الميعاد ب10 دقائق وربع ساعه وتدردش مع الناس وتشرب قهوتك وتشرب شايك وتشرب مش عارفين، ابدا بوزيتيف، تمام، السيلف كونفيدنس بتاعتك هتبقى كويس اثناء ما انت بتعمل التاسك بتاعت اليوم بتاعك، وانه ياخد الديفيكالت تاسك قبل السيمبل تاسك، اوكي، وانه يقطع التاسكس لحتت صغيره، ده برضو بيبقى مفيد. لو في تاسك عصلجت معاه ياخد بريك، قد يكون التايم فاكتور في حد ذاته هو اللي هيخليها انها تستوي وتبقى كويسه. ونعلمه انه انيشيشن از ذا موست ديفيكالت ستيب، يعني في اي تاسك في اي حاجه ابدا، لو بدات هي دي الخطوه اللي بتبقى صعبه. خلاص، وبرضه نعلمه انه الناس الناجحه دايما عندها مشاكل. خلاص، الناس الناجحه الناس بتشتكيها والناس بتمشي وراها وبيدعوا عليهم وبيعملوا مش عارف مين، كل ما كان الانسان ناجح ومتحرك كل ما كان عنده مشاكل اكتر، كل ما كان عايش في الكمفورت زون كل ما كان ما عندوش مشاكل. خلاص، ولكن عنده لو سيلف استيم. لازم ان هو يعرف انه فيلير از ا بينيفيشال ليسون، لازم ان هو يتعلم من كل فشل، ياخد الفشل انه درس يتعلمه، انه المره الجايه ما يتصرفش بهذه الايه الطريقه، وده في حد ذاته يبقى بص للبوزيتيف اسبيكت اوف فيلير وليس للنيجاتيف اسبيكت اوف فيلير. خلاص، ولازم يبقى عارف انه لايف از دايناميك، وان داي فور يو اند وان داي فور اذرز، اوكي، الكلام اللي احنا قلناه، ولما يبقى اليوم فور اذرز يتذكر ان مع العسر يسرا. اوكي، طبعا الاوبتيميزم مهم للغايه، و تو انستول اوبتيميزم في الايه، في الشخص. وطبعا ده كلام بقى على الايه، على النيجاتيف، واحنا بنقول انه على نفس الكوجنيتيف بيهيفيرال موديل النيجاتيف توك اللي الانسان بيتكلموا معاه بيبقى له اشكال كثيره وبيبقى له انماط كثيره، المفروض ان هو يعمل ايدنتيفيكيشن ويحاول يعمل كونفرونتيشن معاه. هجيب لحضراتكم التكنيكس اللي الواحد بيستعملها تو ستوب النيجاتيف سيمتومز، النيجاتيف توك ده هو اساس على حاجه. دكتور محمود، اوكي، خلاص احنا بنعمل كلوزر. ممكن يستعمل صوت ستوبج لما تجيله الافكار النيجاتيف في دماغه، ممكن يعمل تشينجينج نيجاتيف صوتس تو بوزيتيف صوتس، يكون مجهز البوزيتيف ويعمل له ريبليسمنت في دماغه. الايه؟ ايوه. طبعا في اكتر من تكنيك، كوجنيتيف تكنيك، احنا
عارفين ان الكوجنيتيف بيهيفير سيرفي في كوجنيتيف تكنيكس وفي بيهيفيرال تكنيكس، صح يا دكتوره حنان؟ الكوجنيتيف تكنيكس هي تتخلص من الافكار ازاي؟ ممكن تتخلص منها من خلال ستوب توقفها، من خلال ريبليسمنت تغيرها، من خلال اكساجريشن تعمل لها اكساجريشن، من خلال موديفيكيشن انك تحولها الى فانتسي، يعني بالغ 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 فيها وحط لها حاجات فانتاستيك خلاص. يعني مثلا بيجي له فكره ان هم هيتريقوا عليه وهيقولوا عليه ومش هيعمل، يحول الموضوع الى موقف كوميدي، ممكن انه الامباكت بتاعها عليه يقل. ففي اكتر من تكنيك للقل ده، انه يعمل لها تشتيت، يشتتها. يشتتها ازاي؟ يفكر في شيء اخر ياخد انتباهه وتركيزه كله، يقعد يحسب القاعه اللي احنا قاعدين فيها دي كم متر في كم متر، وفيها كم متر مكعب من الهواء، وفيها كم سنتي، يبقى بيعمل ايه؟ بيركز تركيزه كله في حاجه وبيسيب الحاجه اللي هي ايه اللي مشتته تفكيره او اللي هي النيجاتيف ده. هي دي كلها طرق كوجنيتيفلي تخلي الواحد ايه يوقف. اهو الريفريمينج يشبه الموديفيكيشن، الافيرميشن ستيتمنت يبقى مجهز حاجات بوزيتيف مع نفسه بيقولها لنفسه خلاص. الكوبينج اند ماستري سيلف توك والتيبس والفايلز دي كلها حاجات ممكن يجهزها ريتم، يعني تخليه يعمل كوبين كارت، لما يجي لك الرومينيشنز النيجاتيف دي في دماغك طلع الكارت من جيبك واقرا. تمام؟ وفي واحد اتنين تلاته اربعه. لو في طبعا بعض الناس عندنا في مصر بالذات الكوجنيتيف تكنيك صعبه، البيهيفيرال تكنيكس اسهل. تمام؟ وبالتالي الواحد ايه يعلم المريض، ولو الكوجنيتيف تكنيك صعب عليه يبقى بيهيفيرال تكنيكس، يقوم يشغل نفسه عن الافكار ده هي باشياء تانيه يعملها بايديه. يبقى سيلف استيم كامز فروم افري اكسبيرينس اوف اور لايف، و هاو يو فيو يور سيلف افكت افري ثينج ان لايف. والهاي سيلف استيم gives you and gives me and gives all of us meaning for life وfeeling about ourselves. اللو سيلف استيم بتعمل ديستورشن لحياه الانسان بالكامل، والسيلف استيم از اكوايرد ونقدر ان احنا نغيرها لو احنا فهمناها كويس وفهمنا ما خلفها عند الايه عند المريض. اشكر حضراتكم. لو اي سؤال او تعليق.